أهلا بكم في النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي، والبداية مع العناوين. خالد مرتجي: تنظيم البطولة الدبلوماسية هو استكمال لدور الأهلي الوطني. باكا سعيد بثقة البدري ومتمسك بالبقاء في الأهلي. أزارو يغيب عن الفريق أمام سموحة. اتحاد الكرة يؤكد إذاعة مباريات مصر في المونديال على التلفزيون الأرضي. وعالميا، صلاح يقود ليفربول في مواجهة صعبة أمام السيتي بدوري أبطال أوروبا. أهلا بكم مجددا، وإلى التفاصيل. أكد خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي أن الهدف الأساسي من وراء إقامة البطولة الدبلوماسية هو استكمال الدور الوطني للأهلي كأحد المؤسسات الوطنية في الدولة التي تعمل دائما على إظهار الصورة الحضارية للبلاد وتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان. وأشار مرتجي إلى أن محمود الخطيب رئيس النادي يولي هذا الحدث اهتماما خاصا وينتظر تنظيمه على مستوى يليق باسم ومكانة الأهلي. وأوضح المهندس خالد مرتجي أن الأهلي يمثل عمود الرياضة المصرية، لذا يحرص دائما على القيام بمثل هذه المبادرات الرياضية التي يحاول من خلالها التأكيد على دوره الوطني في توطيد العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة. وجه يوليوس جورج لوي سفير ألمانيا في القاهرة الشكر لمجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مؤكدا على سعادته بإعلان بداية البطولة الدبلوماسية والتي ينظمها الأهلي لتوطيد العلاقات بين السفارة الألمانية والنادي الأهلي وجميع السفارات. وقال السفير الألماني: دعونا ندعو لبيبو بالشفاء العاجل ونتمنى عودته معافى. وأوضح أن الفرق تضم دبلوماسيين وموظفين وأفراد يعيشون في مصر ومشاهدين مرحب بهم لتشجيع الفرق المشاركة من أجل نجاح البطولة، ولأول مرة سوف يكون لدينا فرق نسائية. أجريت ظهر اليوم قرعة بطولة الأهلي الدبلوماسية التي تقام خلال الفترة من 13 حتى 14 من إبريل الجاري على ملاعب النادي بالشيخ زايد بمشاركة 24 فريقا. وحضر القرعة سفراء ألمانيا وروسيا والهند والأرجنتين وفرنسا وهولندا وإسبانيا في القاهرة، بالإضافة إلى العديد من قناصل الدول الأوروبية. ونتابع في التقرير التالي أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي ومراسم سحب القرعة. نبدأ وقائع هذا المؤتمر الصحفي لبطولة الأهلي الدبلوماسية بكلمة السيد المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. باسم الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وزملائي أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، نرحب بحضراتكم جميعا في النادي الأهلي نادي القرن في إفريقيا. ويسعدني في هذه الأجواء الطيبة وفي حضور هذه الكوكبة من الرياضيين والدبلوماسيين ورجال الإعلام أن نعلن عن بطولة الأهلي الدبلوماسية بالمشاركة مع السفارة الألمانية بالقاهرة، والتي ستقام على ملاعب النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد في الفترة من 13 حتى 24 إبريل الجاري. هي بالطبع بطولة لا تعكس التنافس الرياضي الشريف فقط، بل تؤكد على الدور الوطني الكبير للنادي الأهلي والدعم لمؤسسات بلاده لتوطيد علاقات التعاون مع العديد من الدول الصديقة التي نعتز بها. كما نود من خلال هذه البطولة
أيضا أن يمتد دور النادي الأهلي الوطني إلى خلق المزيد من التواصل والترابط بين أعضاء السلك الدبلوماسي والمؤسسات المجتمعية في مصر، متمنين أن تكون هذه البطولة بطولة الأهلي الدبلوماسية والتي يشارك فيها 24 فريقا من هيئات مختلفة باكورة لتظاهرات رياضية أكبر في المستقبل القريب، تعكس وبحق المظهر الحضاري لمصر الحبيبة، وتكون رسالة للعالم أجمع أن بلادنا سوف تظل الحضن الدافئ لكل الدول الصديقة ودائما ملتقى الأحبة، وستظل أيضا وبإذن الله بلد الأمن والأمان. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعداء جدا الحقيقة بالتنظيم البطولة، وإن شاء الله بطولة تليق باسم النادي الأهلي، ويبقى بداية قوية للعلاقات الدولية للنادي الأهلي، ونشوف العديد الحقيقة من الدول اللي ما شاء الله المرموقة مشاركة. روح طيبة جدا بتفتح مجالات كتيرة للنادي الأهلي بزوايا مختلفة، سواء على مستوى العلاقات الدولية والبروتوكولات والفرق العالمية، وكمان الصناعة الرياضية وكيفية التعامل مع الملفات المهمة جدا في ملف الرياضة، من خلال نوع من أنواع العلاقات ممكن يتنظم من خلالها مؤتمرات وملفات كتيرة جدا تبتدي تتفتح. أنا شايف الحقيقة ده حدث مهم جدا بيتم على أرض النادي الأهلي من خلال النادي الأهلي وقيمة النادي الأهلي. شايف كمان الدول اللي مشاركة، وبالتالي لما تكون دول الحياة ممثلة على مستوى العالم بأسماء كبيرة جدا إن هي النهاردة بتشارك، أعتقد دي بتؤكد عظمة وقيمة النادي الأهلي الحقيقة. ويمكن شفنا بعض يعني لما تقسمت القرعة كده كانت في بعض يعني الابتسامات للناس إن في منافسات في مجموعات على حساب مجموعات، على الرغم إن القرعة كلها كانت يعني على الهوا زي ما إحنا كنا شايفينها. بتاعت السفير الروسي بالتحديد طبعا، انما في الاخر هي الرياضه بطبيعتها بتلم الناس وبتجمع الناس، والنادي الاهلي الحمد لله كان انا شايف انه كان ذكي جدا في انه يطلق النقطه دي. بالتوفيق ان شاء الله للي جاي، وان شاء الله يكون كل مدى كده في حاجات افضل وافضل ان شاء الله. النادي الاهلي يمكن او مصر قبل كده كان في كذا تصور لاطلاق الرياضه الدبلوماسيه عشان نبقى برضو واضحين، ولكن النهارده لما انت بتطلقها من خلال النادي الاهلي بتاخد شكل يمكن مختلف شويه، عشان ايه؟ النادي الاهلي الحقيقه بيتعامل مع الملف بزوايا وملفات كتيره بعد كده متتاليه وراه، فيمكن هي دي القيمه الحقيقيه اللي النادي الاهلي ممكن هيقدر يستغلها من العلاقات مع الساده السفراء على ملفات كبيره ان شاء الله الفتره الجايه، ويبقى في مؤتمرات لاعاده ترتيب الملف الرياضي بشكل قوي ان شاء الله باذن الله من خلال النادي الاهلي. طبعا طبيعي النادي الاهلي كنادي القرن وممثل انديه الوطنيه في العالم العربي كله ان يكون ليه دور قومي ووطني في مصر، والدور ده من خلال المره دي من خلال الدوره البطوله الدبلوماسيه حاجة جميلة وراقية. يعني قعدت مع سفرة هنا كان الفيدباك بتاعهم حاسين بالفخر كده بالنادي الأهلي وبالتنظيم الرائع للنادي الأهلي، ودي بيبقى ليها مردود كبير جدا في كل المجالات، سواء المجال الاقتصادي أو السياسي أو مجالات بتخدم على كل الفرق الوطنية أو على بعثاتنا بتكون موجودة برا من خلال العلاقات اللي بتنشأ مع السفراء من خلال البطولة والدورة دي. فكعدت النادي الاهلي الحمد لله له رياده في الامور دي دايما. والله انا سعيد جدا بالمؤتمر النهارده وبالتنظيم، دي خطوه ثانيه واكبر للنواه اللي حصلت السنه اللي فاتت، وكانت برضو بمشاركه السفاره الالمانيه مع النادي الاهلي. دي خطوه لقدام بتحط النادي الاهلي في حته ثانيه خالص، وبتوصل رسائل كبيره جدا عن دور النادي الاهلي، دوره الوطني ان هو يساهم ويشارك في ان هو يوطد العلاقات مع السفارات. دي حاجه ليها اثار ايجابيه كتير جدا في المجال الرياضي وبره المجال الرياضي. العالم كله بيبص لمصر دلوقتي وعايز يعرف البلد رايحه على فين او بتتحرك ازاي. البطوله زي دي بمشاركه كل السفارات والدول بالعدد ده، بالترحيب الكبير ده، او ان هم يبقوا متشوقين ان هم يشاركوا بالاعداد دي كلها، دي رساله كبيره جدا. احنا داخلين على مرحله جديده جدا اذا كان النادي الاهلي او البلد. النادي الاهلي بيعكس دوره الوطني اتجاه البلد. الاستثمارات في المجال الرياضي والمجال الاقتصادي بتكبر جدا في الاحداث اللي زي دي، فالحدث اللي زي ده مش مجرد حدث رياضي او دوره لكره القدم، لا، الموضوع ليه ابعاد اكبر من كده بكتير. نتمنى كمان ان شاء الله البطوله تكمل على اكمل وجه في كل السفارات والنادي الاهلي والرعاه والشركات اللي داخله في المنظومه دي، كل ده هيساهم بشكل كبير جدا في جميع المجالات باذن الله.
وإلى متابعة أخبار الفريق. يخضع رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاختبار طبي غدا الخميس في ألمانيا، يتحدد في ضوئه موعد عودته للقاهرة. وقال الدكتور خالد محمود طبيب الفريق أن اللاعب أنهى برنامجا علاجيا مكثفا من الحقن بالبلازما والعلاج الطبيعي، وستحسم الفحوصات الطبية مدى التئام القطع العضلي. وأضاف طبيب الفريق أن ربيعة سوف يعود للقاهرة خلال فترة زمنية قصيرة، وسيؤدي برنامجا تأهيليا بدنيا محددا له من قبل الطبيب الألماني قبل المشاركة في التدريبات الجماعية. ويعاني ربيعة من قطع جزئي في العضلة الضامة أبعده عن صفوف الفريق خلال الفترة الماضية. كشفت الأشعة التي أجراها المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم إصابته بإجهاد في العضلة الخلفية، ويحتاج لراحة يومين قبل التأهيل والعودة للتدريبات الجماعية. وأكد طبيب الفريق خالد محمود أن أزارو سوف يشارك في المباريات بشكل طبيعي عقب مباراة الأهلي وسموحة المقبلة في الدوري الممتاز. ويبدأ أزارو برنامجه التأهيلي بداية من الغد تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بعد الراحة السلبية التي حصل عليها لمدة 48 ساعة. وجدير بالذكر أن وليد أزارو حصل على الإنذار الثالث في مباراة طنطا التي أصيب بها، ويغيب عن لقاء سموحة للإيقاف. أبدى باكاماني لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بالمشاركة في مباراة الأهلي وطنطا الأخيرة في الدوري الممتاز. وأوضح باكا أن سعادته تكمن في دخوله بشكل واضح ضمن اهتمامات الجهاز الفني وتجهيزه بشكل جيد خلال هذه الفترة. وكشف باكا أن البدري دائم الحديث معه في التدريبات الجماعية ويسعى بشكل جاد لتوجيهه من أجل الوصول إلى أفضل مستوى فني. ونفى باكا وجود أي نية لديه للرحيل عن الأهلي، مؤكدا أنه يستمتع باللعب في النادي الأكبر في إفريقيا وسعيد بالتواجد مع زملائه ووسط الجماهير المحبة للنادي. الاهلي عزيمة، الاهلي اصرار، الاهلي دايما بيلعب حتى الثانية الاخيرة. الدقيقة الاولى من الواد المحتفظ بدل الضايع. سمير كمونة في الوقت الحاضر. تصوير! أقدامك فيها هدف قاتل 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 بمهارة الهدافين بروعة المبدعين. مش معقولين بالمرة في الدقيقة 94. يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدا الخميس على ملعب مختار التتشي بالجزيرة استعدادا لمواجهة سموحة في الدوري. وكان حسام البدري المدير الفني للفريق قد منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم خوفا من الإجهاد. ويذكر أن مباراة سموحة قد تم تغيير موعدها لتكون في 7:30 مساء الأحد بدلا من 8:00. حصل
رصدت رسالة الماجستير الخاصة بمحمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي جائزة التميز في المؤتمر الإقليمي الذي أقيم مؤخرا في ميونخ الألمانية. وكان بحث عضو مجلس إدارة النادي الأهلي قد تم عرضه بمشاركة أبحاث أخرى من دول مختلفة كألمانيا والصين وجورجيا وباكستان. واختيرت رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس محمد سراج الدين في مجال إنشاء الاستادات لتمثيل الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مؤتمر أكاديمي بميونخ بألمانيا لعرضها ونشرها دوليا كبحث ومرجع دولي معتمد. ويهدف بحث سراج الدين والذي يعد نقلة جديدة في مجال تطوير الاستادات حول العالم إلى تعظيم دور الاستثمار في مجال إنشاء الاستادات، وهذا بالعمل على حساب التكلفة الإنشائية للاستادات في 56 دولة على مستوى العالم من بينهم مصر. متابعة أخبار اتحاد الكرة والمنتخب. أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أنه تم الاستقرار على إذاعة التلفزيون المصري لمباريات المنتخب الأول لكرة القدم خلال مشاركته في نهائيات بطولة كأس العالم والمقرر إقامتها في روسيا صيف العام الحالي. وقال سويلم إن هاني أبو ريدا رئيس اتحاد الكرة نجح في الوصول لاتفاق مع الفيفا والجهات المعنية بالحصول على حقوق نقل مباريات منتخب مصر في المونديال فقط على التلفزيون الأرضي. وأشار مدير الاتحاد إلى أنه لم يتم الحصول على باقي المباريات ولكن المفاوضات ما زالت جارية للحصول على أكبر عدد من لقاءات كأس العالم. وكانت قرعة المونديال أوقعت المنتخب ضمن المجموعة الأولى بجوار منتخبات روسيا وأوروغواي والسعودية. أكد أسامة غنيم مدير الوكالة الوطنية للمنشطات أنه لا صحة لما تردد عن احتمالية حرمان محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي من المشاركة مع منتخب مصر في مونديال روسيا 2018 لعدم خضوعه لكشف المنشطات. وأوضح غنيم أن الحصول على العينات من المنتخب بمعسكر سويسرا كان عشوائيا وصلاح لم يكن في المعسكر حينها. كما أشار غنيم إلى أن الحصول على العينات خلال معسكر المنتخب بسويسرا يأتي خارج برنامج المسابقات ويكون الحصول على العينة مفاجئ وغير معلن وبالتالي لا توجد مشكلة لصلاح. وأضاف أسامة غنيم أن الأمر الذي يتم فيه عقاب أي لاعب هو مخالفة تعليمات ومن المفترض أن يدخل اللاعب بياناته على النظام الخاص بالوكالة الدولية ويحدد تفاصيل برنامجه وموعد تواجده للحصول على عينة منه. وإذا خلف الموعد المتفق عليه لثلاث مرات خلال 12 شهرا يتم إيقافه عامين. كشفت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عمرو حسين عن موعد انطلاق الموسم الكروي الجديد 2018-2019 وهو يوم الثالث من أغسطس المقبل حتى تستطيع الأندية الحصول على فترة راحة كافية بين الموسمين بجانب خوض فترات إعداد مناسبة قبل انطلاق البطولة. وينتهي الموسم الحالي في 21 مايو المقبل أي قبل انطلاق مونديال روسيا 2018 وفقا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا نظرا للمشاركة المرتقبة لمنتخب مصر في كأس العالم بعد غياب طويل دام 28 عاما. إلى حزنه الشديد نتيجة إصابة أحمد قطب لاعب الفريق خلال المباراة. ووجه مصلحي الشكر لجماهير الأهلي على دعمها الكبير للفريق خلال الفترة الأخيرة لافتا إلى أن اللاعبين لديهم إصرار كبير على إسعاد الجماهير من خلال التتويج بلقب البطولة مساء الخميس.
أثبتت الأشعة التي أجراها أحمد قطب لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بالأهلي إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في مباراة سموحة بالدوري نصف نهائي من بطولة إفريقيا. وكشف محمد مصلح المدير الفني للفريق أن اللاعب خضع لأشعة عقب خروجه من المباراة مباشرة، وأكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبي وغيابه لفترة طويلة عن الفريق. يخوض الفريق الأول الكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي مواجهة مهمة مساء اليوم الأربعاء على صالة استاد القاهرة أمام نظيره الشمس في نصف نهائي كأس مصر، ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز اليوم لمواصلة مشواره في البطولة التي يسعى لتحقيقها لإضافة اللقب الرابع له هذا العام بعد التتويج بالبطولتين العربية والإفريقية وأيضا بطولة الدوري. ويذكر أن الفائز من لقاء الأهلي والشمس سيواجه الفائز من لقاء الزمالك وسبورتنج المقرر له غدا الخميس، وذلك في نهائي كأس مصر بعد غد الجمعة على صالة استاد القاهرة. يخضع ثنائي إسراء السيد ونصرة عيد عبد الملك لاعبتا الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي لبرنامج تأهيل مكثف داخل معسكر الفريق بالإسماعيلية من أجل تجهيزهن لمباريات البطولة الإفريقية والتي ينظمها النادي الأهلي، وتنطلق في 13 من إبريل الجاري. وتعاني إسراء السيد من الإصابة في العضلة الضامة، في حين تعاني نصرة عيد عبد الملك من الإصابة في الأنكل. ومن جانبه قال ياسر صلاح مدرب الفريق أن محاولات تجهيز الثنائي إسراء السيد ونصر عيد مستمرة، وأن فرص إعلان جاهزيتهما للبطولة الإفريقية قوية للغاية. وإلى متابعة الأخبار العالمية، تختتم اليوم مباريات ذهاب دوري ربع نهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي في 9:45 بتوقيت القاهرة ليفربول ومانشستر سيتي على ملعب أنفيلد، في حين يحل روما ضيفا على برشلونة في ملعب كامب نو. ويتسلح ليفربول بمهارة محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي الذي يسعى لمواصلة تألقه وتحطيم الأرقام القياسية، في حين يعول السيتي على البلجيكي دي بروين في ظل غياب سيرجيو أغويرو. وفي إسبانيا يسعى روما الإيطالي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ميسي ورفاقه في مباراة يغيب فيها عن برشلونة الوفد الجديد البرازيلي فيليبي كوتينيو. حذر أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لاعبي فريقه من الاعتماد على تكهنات التي ترشحهم للفوز على روما الإيطالي في المواجهة التي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا. وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الثلاثاء على هامش المباراة: هذا الأمر له قيمته بالنسبة للرهانات، ولكن ليس كذلك في الحقيقة. عندما تبدأ الكرة في الدوران كل شيء يمكن أن يتغير. نحترم روما كثيرا، والقول بأننا المرشحون الأوفر حظا لا يهمنا. لا نشعر بالذهول من المستوى الذي وصلوا إليه. إنهم يلعبون بشكل جيد للغاية في الهجوم ويدافعون بصلابة، ولهذا سنواجه مصاعب من أجل التأهل.
أعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن سعادته بفوز فريقه بثلاثية نظيفة على مضيفه يوفنتوس الإيطالي مساء أمس الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا. وشهدت مباراة أمس تسجيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد هدفا رائعا بضربة خلفية مزدوجة، مما جعل زيدان يعقد مقارنة بين هذا الهدف وهدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2002 في مرمى باير ليفركوزن الألمانية. وقال المدرب الفرنسي ساخرا: يمكن مقارنة الهدفين ببعضهما البعض، ولكن هدفي هو الأجمل. يمكننا أن نقول أن هذا الهدف أحد أجمل الأهداف في تاريخ كرة القدم، ولكن هدفي يظل الأجمل. وأشار زيدان إلى أن نتيجة 3-0 التي انتهت بها المباراة تحمل قدرا من الخداع بالنظر إلى مجريات اللقاء. أشاد ماسيميليانو أليغري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي بسلوك الجماهير الإيطالية التي استقبلت هدف كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد بضربة خلفية مزدوجة في مرمى فريقها بالتصفيق، وذلك خلال المباراة التي فاز بها النادي الإسباني بثلاثية نظيفة. وقال المدرب الإيطالي: كريستيانو هو المهاجم الأفضل في العالم خلال العامين الماضيين، فهو يمتاز بتألق لا يتمتع به غيره، مضيفا أن الجمهور أعطى درسا أن كرة القدم عرض فني، وعندما تكون هناك لمحة مثل هذه فالشيء الصحيح هو التصفيق. وأعرب أليغري عن استيائه من سوء الحظ الذي لازم فريقه خلال المباراة والذي اعتبره السبب الرئيسي لخسارته. أعرب يوب هاينكس مدرب بايرن ميونخ الألماني عن رضاه بفوز فريقه على ملعب مضيفه إشبيلية الإسباني 2-1 مساء أمس الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا. وأكد هاينكس أن أداء فريقه تحسن في الشوط الثاني بعدما استحوذ إشبيلية على مجريات اللعب في الشوط الأول، وقال: إذا أردنا الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا فعلينا أن نتطور. وإلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع، والبداية مع الأهرام. البدري: الأهلي لا يشبع من البطولات وهدفنا القادم كأس مصر ودوري الأبطال. الجمهورية: جمعة يعود للشياطين. الوفد: الأهلي يطرح 500 تذكرة إضافية لنهائي بطولة إفريقيا للطائرة. اليوم السابع: الدماطي رئيسا لبعثة الأهلي 2002 المشاركة في بطولة الكأس الدولية بالإمارات. فيتو: رامي ربيعة يخضع لاختبار طبي جديد في ألمانيا. رياض 24: خالد مرتجي: بطولة الأهلي الدبلوماسية تؤكد على دوره الوطني. الأهلي.com: أزارو جاهز للمباريات عقب لقاء سموحة. يلا كورة: باكا: لن أرحل عن الأهلي والبدري يصر على تطوير قدراتي. في الجول: ناصر ماهر عائد إلى الأهلي في نهاية الموسم، المنافسة هناك ستجعلني أفضل. يورو سبورت عربية: جلسة حاسمة بين البدري والخطيب وصلاح يطلب اللعب. إلى هنا تنتهي النشرة الرياضية من قناة الأهلي، دمتم في أمان الله.